هذه الترحيبية من مفرح سليمان جابر الدوشي وعبد الله سليمان جابر الدوشي نسيبهم معروف جابر العمري بمناسبة خروجه من السجن. كلمات الشاعر أبو واقر مفرح مرحبا ما سلسل باسم عبد الله هلا قال له الشاعر يجيب المستحيل ويعين المبتلى دوني كيف نضيفنا على مقام مرحبا ممتاز للحنان وشيلة كالعسل طعم حلا نقش باسم الرد والريحة جمالة ريحة العظم تلا والمسك والعنبر يشهد كل الملا عند المضطر بانش في ظليله وحدنا يجهل قامت لو قشت اسبك كل قامه مرحبا ترحب يا راع الفضيله والفخامه والعلا عدل الدير بعد غيبه طويله عدل القلب السلامه الرجع معروف للب السلامه مرحبا كل فرح ما مثل ما عدا الجلا قال لها الشاعر في أبيات جزلة لقلة الشد الغلا ضيفنا يفرض على الناس احترامه من مفرح مرحبا ما سلسل باسم عبد الله هلا قال لها الشاعر يجيب المستحيل ويعين المبتلى دوني كيف ضيفنا على مقامه مرحبا صفئ لو قشلك وثقل يشهد كل الملا عند المضطر بانش في غليله وحدنا يجهل قامت لو قشت اسبك كل قام صفئ لو قشلك وثقل يشهد كل الملا عند المضطر بانش في غليله وحدنا يجهل قامت لو قشت اسبك كل قام صفئ لو قشلك وثقل يشهد كل الملا عند المضطر بانش في غليله وحدنا يجهل قامت لو قشت حصريا على قناة عدنان الرازحي للإنتاج الفني.